طبعا مثل ما احنا شايفين بلشت الدنيا تعتم، مرق اكثر من 3 ساعات على تجمع مسيحيي السويد في مركز مدينه ستوكهولم لحتى يقولوا لا للقتل، لا للعنف، لا للتطهير العرقي لمسيحيي العراق. التقي كمان مع رئيس المجلس الملي لكنيسه السريان الكاثوليك في ستوكهولم مسيو جان لوي منصوراتي. طبعا شكرا مايا وشكرا سيريوسات. انا هون ممثل مو بس عن السريان الكاثوليك، انا ممثل كل المظاهره هون لانه انا رئيس اللجنه اللي حضرت للمظاهره واللي دعموها كل الكنائس، اذا يعني اذا قلنا اغلبها ما عليه شيء بس كلها تقريبا، وعده جمعيات ومنظمات مسيحيه وغير مسيحيه دعمت المظاهره وفيها كثير اسلام. يعني صراحه ما توقعنا هالعدد المهول، توقعنا اعداد بس مو بهالعدد هذا وبهالكم، وهذا شيء كثير حلو يبين قديش العالم بدهم يفرجوا، بدهم يسمعوا صوتهم يوصلوه ضد هالقتل الكثير مزعج لجماعتنا المسيحيين بالعراق. شفنا طبعا التمثيلية وهي لغة الصورة هي أكثر شيء أثر، يعني لغة الكلام يمكن ضعيفة لحتى الواحد يسمع رأيه ومصيبته للرأي العام العالمي، ولكن شفنا تمثيل مسرحية صغيرة تمثيلية صغيرة عن واقعة المجزرة اللي صارت بالكنيسة، هل هي كانت من تحضير الكنيسة؟ نعم، هاي كانت بس من تحضير الشباب لأنه الشباب أكثر شيء يعني صار قلبهم دامي من الشيء اللي صار بالعراق، ولذلك حاولوا أن يمثلوا يعيدوا المسرحية ويبكوا فيها هن نفسهم، يعني لأنه قد ما قلوبهم دامية منا. عملوها بالكنيسة بالأول وهلأ قلنا لهم طلبنا منهم يرجعوا يعيدوها هون لأنه حلوة. يعني بتصور انه ما في حدا ما بكي، وشفنا حتى المطارنة والكهنة بكيوا. سيد جان انا بقول لك برافو، يعني تنسيق كتير حلو وعمل فعلا منظم، وان شاء الله يكون في نتائج افضل ويكون في استمرارية، ما تكون بس مظاهرة طلعت اليوم وبعدين ننسى الموضوع. أكيد في استمرارية، وأنا طبعا ذكرتها بكلمتي الافتتاحية أنه رح يكون في استمرارية، ما يفكروا أنه هاي آخر شيء، ورح نتابع مطالبنا إلى أن ناخذها مطالبنا، وإن شاء الله دائما نضل إيد واحدة مثل ما نحن اليوم. أنا فخور كتير اليوم. مرحبا سارغون ساميالدا مسؤول محلية المجلس القومي الكلداني على عموم دولة السويد. عندك أهل لسه بالعراق؟ عندي شيء قليل، أكثر شيء الناس هاجروا لخارج البلاد أثر الحروب والاضطهادات اللي عانى منها شعبنا المسيحي في العراق. أنت كعراقي مسيحي من العراق عم تشوف تجمع مختلف الطوائف المسيحية، يعني إيش شعورك بهالتضامن الكبير من كل المسيحيين بمختلف طوائفهم لمساندة الشعب العراقي؟ حقيقة أن اليوم احنا زدنا فخرا لما زحف المئات، وكنا فخورين الآلاف أو المئات من أبناء شعبنا الكلداني والآشوري والسرياني والآرامي وكل أبناء شعبنا، احنا فخورين جدا بالحقيقة. مشاعر جياشة اليوم، كلنا اليوم نعبر عن وحدة هذا الشعب، وأيضا نقول لأعداء الحرية والسلام ها هم أبناء أسود الرافدين، ها هم أبناء شعبنا المسيحي يقفون وقفة رجل قوي ورجل يتحدى كل الصعاب من أجل أمتنا، وأمتنا واحدة إن شاء الله. طبعا إن شاء الله يكون في سلام ويكون في حلول لشعبنا هنا. يا رب يخليكم قناة مميزة، أنتم بنتابعكم كثير، وأحنا يزيدنا فخر أنه لهذا الشعب العظيم نرى صحفيين مثلكم يتجولون ليلا ونهارا من أجل وحدة أبناء شعبنا المسيحي ككل. شكرا لكم. صبري ميخائيل من بغداد. نعم، عندي لازالت يا إخواني وكثير من أقاربي موجودين بالعراق. قامي هم بسويت ما أدري عامل حد الآن. جاك تسفير أو طرد أو بأي وضع؟ كان تسفير وطرد، ووضعنا جدا صعب هسه حاليا، احنا نعيش بدون عمل وبدون مساعدات وبدون تأمين صحي، ووضعنا غاية في الصعوبة يعني. وفي نفس الوقت ما نقدر نرجع العراق، تعرفون الظروف هسه حاليا في العراق، ووضعنا هنا صعب بالعراق صعب، فاحنا في مشكلة كبيرة، ونطالب الحكومة السويدية انه تعالج وضعنا وتوفرنا الحماية. تحس انه ايش ممكن يستناك اذا رجعوك، يعني اذا الحكومة السويدية قررت ترجع على العراق؟
نرجع للعراق. يعني هسه الظروف معروفه، يعني استهداف المسيحيين بشكل رسمي صار، المذبحه اللي صارت في كنيسه سيده النجاه مذبحه مروعه ولا انسانيه، وكذلك استهداف دور المسيحيين وفي اعمالهم، فما ممكن حاليا نرجع ولا نفكر بالرجوع، ما نعرف شو نسوي. ابو شمعون دلي من العراق، استنقاض العمل الاجرامي في كنيسه سيده النجاه ورعم شهداء جميع الشهداء المسيحيين في العراق، واستنقاض هذا العمل، واشكر قناة سيريو واشكركم وايا. لما تشوف هيك هالتجمع الكبير ايش تحس؟ والله احس بفرح كثير، يعني فشي رائع. هذا كنا مسيحنا متجمعين هذا نستنقاض هذا العمل الاجرامي ضد المسيحيين اخواننا في العراق. نعم، شكرا كثير. قناة سيريو سيريو يوسات بجهودكم المبذولة، شكرا جزيلا. نتعرف على أنا عزيز حبة موشي من أهالي قرية باطناية. عندك إقامة هون بالسويد؟ نعم عندي إقامة، أنا جاي حديثا، أنا عندي إقامة وعندي اثنين من أولادي ما عندهم إقامة لحد الآن، وواحد من عندهم عنده طرد وترحيل. إيش مرن أولادك؟ عندي واحد 22 سنة مريض هو، وعندي واحد 23 سنة اللي أخذوا رفض اثنيناتهم. يعني واجهن إذا حاب، يعني اذا صار عوده قسريه يرجعوهم للعراق، يعني راح يفتتون عائله كامله، يعني فشي امر خطير صعب، يعني حيل جدا صعب علي. واني من خلال هذا، يعني هذا اللقاء هذا، اطالب عندي مطلبين، اطالب الحكومه العراقيه التوفير الامان للمسيحيين كافه، واطالب الحكومه السويديه لمنح اقامات للاجئين اللي عندهم طرد ورفض وترحيل، لانه امورهم صعبه الى درجه، يعني دي يشوفون الأوضاع اللي صارت بالعراق، يشوفون المزرة اللي صارت بحق شعبنا المسيحي بكنيسة النجاة. وإحنا طبعا عندنا واحدة من قريتنا كانت بالكنيسة عمرها 14 سنة في ربيع شبابها واستشهدت، ولو يشوفون الفيلم مالتها التشيع مالتها يمكن ما أعرف، يعني في المشاعر أنا ظليت أبكي ساعة كاملة، يعني هذا مو وضع، هذا يشوفون العالم كله مو بس السويد، يشوفون أمريكا أستراليا كندا ألمانيا، يشوفون يطول حقوق اللجوء للمسيحيين خاصة المسيحيين العراقيين، يعني إذا يصير تهجير قصري، تهجير وإبعاد، ما يصير هالشكل هذا. فأريد هذا صوتي يوصل لكل الحكومات، الله يخليكم وأشكركم. أني طبعا باسم الشعب السرياني والفضائية السريانية سريو يوسات نقول ان شاء الله يكون في خير، والله يرحم الشهداء. طبعا شكرا لقناتكم، طبعا قناتكم هي السباقة دائما، واحنا متابعيها يعني الى درجة متابعيها، ويعني زين عندنا هيك قناة بالسويد، يعني احنا ما عندنا قناة، يعني ثاني هو نفس شعبنا شعب الارامل، نعم كلنا واحد، وانا هاي الاعلام بدي اشوفها المختلفة، لو يصيرون علم واحد كانوا فرحت كثير، يعني بدي اشوف علام كلدان عاشور سريان، يعني فشي مثل التفرقة، هذا لو يصير علم واحد يرفع بالسماء ان شاء الله يتوحد.